اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه ودائما حلقاتنا متميزه اليوم عنوان حلقتنا الخيل العربيه الاصيله كلنا عارفين الخيل العربيه الاصيله وحبنا للخيل بصفه عامه وعالم الخيل بما فيه من جمال وسحر وكل مرة نحن بنكون حابين إن نعرف أكثر وأكثر عن هذا العالم الجميل اللي دائما جاذب لمحبين الخير في كل الخيل في كل بقاع العالم وحيكون اليوم معنا من داخل الاستوديو الأستاذ جمال الدين عبد الله مدير العمليات وبمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال الدين عبد الله مرحبا أستاذ دينا مرحبا بالمشاهدين الكرام مرحبا بالطاقم خلف الكواليس والتحيه لكم على هذه السانحه الجميله. منورنا جدا بحضورك اليوم واليوم فعلا حلقتنا حتكون مميزه جدا حنتكلم عن اسرار الخيل. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم وعلى المشاهدين ولا يفوتني ان احيي جميع المشاهدين في وطننا الكبير من ارض الحرمين الى السودان وفي جميع بقاع الارض. اهلا ومرحبا بك استاذ جمال والان قبل ما نبدا محاور حلقتنا حنطلع تقريرنا لحلقه اليوم ونرجع لكم خليكم معنا. الملاحظ الاهتمام الكبير ببطولات ومسابقات الخيل العربيه الاصيله ونحتاج لتعريف عن هذه البطولات ومسابقات الخيل بدأت منذ أكثر من أربعين عاما في دول عديدة حول العالم ويكون لها فئات تصاعدية تبدأ بالبطولات المحلية ثم البطولات درجة C ثم B ثم A ثم تايتل شو أي بطولة منح الألقاب ويوجد فقط خمس بطولات تايتل شو حول العالم ثم كأس العالم في باريس وكأس العالم للمنتجين في أمريكا بفضل الله والرعايه الكريمه من حكومه خادم الحرمين الشريفين وجهود مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله في ديراب يوجد خلال هذا العام اكثر من 20 بطوله في المملكه العربيه السعوديه مما يعتبر رقما غير مسبوق في اي دوله من دول العالم وهذا ليس بمستغرب حيث ان اصل الخيل العربيه هو الجزيره العربيه ومن الطبيعي ان يكون الاهتمام بالمحافظه على سلاله الخيل العربيه اكبر من اي دوله. وبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة هي بطولات الهدف منها التشجيع والحث على المحافظة على الخيل العربية الأصيلة المتفردة في نوعها عن بقية الخيول الموجودة بالعالم، حيث يتميز بصفات جسمانية وطباع مختلفة عن الخيول الأخرى منها سرعة التعلم والذاكرة القوية، كما يتم الاهتمام بالأشخاص الذين يتعاملون مع الخيل وكذلك الأماكن التي تعيش فيها الخيل. لذلك من اكبر هموم مربي الخيول عند المشاركات هو نقل الخيل الى بلد اخر او موقع اخر للمشاركه في المسابقات حيث يكون الحصان او الفرس في حاله مختلفه تماما عن الحاله التي كان فيها والبيئه التي كان يعيش فيها ويحتاج الى فتره حتى يتعود على البيئه الجديده ويتاقلم عليها. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية مع ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ جمال في البداية حابين أن احنا نعرف مشاهد قناة السودان 24 الآن عليك طيب شخص الضعيف للحديث عن جمال الدين عبد الله انسان عطبراوي الدراسه والنشاه في عبرة ثم الانتقال للدراسه الجامعة بمدينه نيجيريا وتنقلت في العمل اثناء الدراسه والعمل بمنظمات دوليه وبعض البعثات الدبلوماسيه كمترجم ثم في العام 2003 قررت الانتقال الى المملكه العربيه السعوديه. مم. وعملت كمترجم لفتره عده شهور ثم كانت البوابه الانطلاق في عالم الخيل العربية الاصيله عبر الصبلات الخالديه مم. بالرياض. من هنا بدات الرحله مع مع الخيل. بالضبط بالطبيعي جدا بدات الرحله والرحله من تعتبر من اوسع ابواب الدخول الى عالم الخيل العربيه الاصيله ليس في المنطقه العربيه فحسب بل من بوابه عالميه لدخول الخيل الطبلات الخالدية بالطبع نحن قبل ما ندخل في تفاصيل الخيل وبطولات الجمال بالنسبه للخير، خليني اسالك استاذ جمال، يعني اكيد في فكره انه انت اقرب اصبحت للخير وللاستبلاط، تفتكر التجربه دي غيرت من شخصيتك شنو؟ او اضافت لك شنو؟ آه للحديث عن هذه يلزمها حلقات، حلقات وحلقات لكن بالتاكيد بالتاكيد تعلمت الكثير من هذا العالم جوال حول العالم علاقات شخصيه وعلاقات دوليه متميزه جدا بالاضافه لصفات شخصيه تغير كثير من الصفات م -م. بل اكاد اجزم اني انا انسان كنت اعتبر من الناس السريعي الغضب الخيل علمتني الصبر علمتني يعني السماحه التعامل حتى تعاملي مع الأطفال في فترة من الأطفال أطفال كان يختلف عن تعاملي في الآن. الفترة الأخيرة ممم. يعني أكسبتني كثير الكثير الكثير من الصفات التي يعني حتى أقرب الأقربين اكتشفوا أن يمال هذا فيه تغيير مم. خلال, في خلال سنوات العام هذا بفضل الخيل والتعامل مع الخيل ومن المعروف يعني اهتمام منطقة الشرق الاوسط او المنطقة العربية ببطولات اللي هي اللي هي بتكون رمزية دائما للجمال بالنسبة للمسابقات والبطولات بالنسبة للخيول واهتمام المنطقة دي يعني ليس غريب جدا اهتمامها بالخيول العربية الاصيلة بما انها يعني هي من من يعني من اكثر الخيول الموجوده هنا هي معروفه بالخيول العربيه الاصيله ولكن ما الذي يميز خلينا نقول الخيول العربيه الاصيله عن بقيه الخيول التحدث عن الخيول العربيه وصفاتها يعني يستلزم كتب ومراجع وكل انسان في مجاله يقدر يتكلم عن الخيل في شق معين الاطباء البياطره يقدروا يكتبوا مراجع عن الخيل المدربين لهم باع طويل في التحدث عن الخيل بشكل اخر السائس الخيل اصحاب الخيل مربين الخيل الحديث عن الخيل العربيه الاصيله بشكل عام باب واسع جدا وانا بشخص المتواضع احاول القي فقط مجرد اضاءات عن مع من واقع معرفتي البسيطه اقدر اقول انا ما زلت احسب نفسي تلميذا في هذا العالم المترامي لاني يعني من احتكاكي بهذا العالم اجد شيوخا في مقام اجداد في مقام اباء مهتمين بالخيل العربيه الاصيله ما زالون يعترفون امام بانهم في لحظه تعلم، ما زالوا يتعلمون كل يوم اكتشاف جديد، وبالتالي لن ادعي ابدا باني اعرف كل شيء عن الخيل او اعرف جزء كبير عن الخيل، ما زلت اصر اني تلميذ في عالم الخيل. آه نرجع للحديث عن الخيل العربيه بشكل عام في المملكه العربيه السعوديه، الخيل منطقة الجزيرة العربية هي مهد الخيول العربية الاصيلة. وفي خلال من خلال التعامل المفتوح مع ما بين الدول الاوروبية او اسيا الوسطى، انتقلت هذه الخيول عبر حقب من الازمان الى العالم الغربي بل الى امريكا وعبر اسبانيا عبر الفتوحات الاسلامية وما قبل ذلك. ثم بدا الاهتمام بها في العالم الغربي من حيث الاهتمام بالدم والسلالة والمحافظة عليها. قبل خمسين كما ذكر التقرير قبل أربعين أو خمسين عاما مه. ثم بدأت في المملكة العربية السعودية الاهتمام يتزايد في خلال الثلاثين العام الماضية بشكل تصاعدي وشكل يعني جميل جدا مما جعل المملكة العربية السعودية محور لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة نحن هنا نتحدث عن جمال الخيل العربية الأصيلة طبعا في نواحي أخرى من مسابقات الخيول اللي هي سباقات السرعة والتحمل والقفز هذه نواحي أخرى لكن مه. جمال الخيل العربيه الاصيله هو الجانب الذي يهتم بالمحافظه على صفات الخيل على يشجع المربين على الاهتمام بتربيتها بالانتاج منها بتعزيز الصفات المحبوبه من ناحيه الاختلاط والتزاوج هذا عالم انتاج الخيل العربيه الاصيله بالاضافه لعالم مسابقات الجمال عالمين مرتبطين مع بعضهم البعض عالمين مرتبطين مع بعض وكلهم بينصبوا في في المحافظه على الخيل العربيه الاصيله كما تفضلت بالضبط والتشجيع والتشجيع على المحافظه على هذا الكائن اللطيف نعم هذه البطولات بالنسبه لجمال الخير العربيه الاصيله هل هي بطولات مستحدثه ام معروفه قديما؟ هي بطولات مستحدثه منذ أربعين او 50 عاما وبدات في الغرب تحديدا تم في بريطانيا وبعض الدول الاوروبيه وتم تنظيم بعض الاتحادات وتم عمل لجان تحكيم من كبار او من المخضرمين من المربين الخيل ثم لا يفوتني في هذا المقام ان اذكر سمو الامير صاحب السمو الملك الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز يعتبر عراب الخيل العربيه الاصيله في منطقه الجزيره العربيه وهذه ليست شهادتي هذه الشهاده موجوده موثقه في كثير من اللقاءات في كثير من المدونات عبر الانترنت كثير من الكتب عراب الخيل العربيه الاصيله بحيث انه كان لديه الغيره الشديده بان المسابقات الخيل العربيه الاصيله المتواجده حول العالم يجب ان يكون مركزها المملكه العربيه السعوديه لذلك كان هناك دعم لا محدود دعم مادي دعم معنوي اقامه مسابقات للخيل العربيه بالسعوديه ودعم اي جهه تدعم الخيل العربيه من ناحيه تنظيم المسابقات لذلك كان مهرجان الخالديه ومهرجان الامير سلطان بن عبد العزيز العالم للجواد العربي من اهم المهرجانات حول العالم مما جعله يصنف تصنيف تايتل شو اللي هو اعلى تصنيف في العالم من خمسه بطولات في العالم والمؤهل بهذه المسابقات يحق له المشاركه في بطوله باريس اللي هي كاس العالم الاكبر مم. يعني زي ما انت ذكرت من الملاحظ جدا اهتمام الدوله بالمملكه العربيه السعوديه الحكومه بهذه البطولات اللي هي البطولات المتعلقه بالخيل العربيه الاصيله حابين نحن نعرف اكثر عن تفاصيل هذه البطولات البطولات في المملكه العربيه السعوديه او في كل الدول يكون هناك جسم حكومي او جسم عبر اتحاد الملاك هو المختص بتنظيم هذه المسابقات، وهذا الجسم لا يحق له إقامة المسابقات بشكل عفوي، لا بد من التواصل مع الاتحاد العالمي اللي هو بيسمى الايكاهو، المنظمة الأوروبية للخيل للجواد العربي. آه اسم الأوروبية هذا قد يكون لافت للنظر، لأنه لم أول ما بدأت المسابقات كانت عبر أوروبا. الآن هناك محاولات لتغيير المسمى إلى المنظمة الدولية للجواد العربي. مم. في كل الدول يوجد اتحاد أو جهة سواء حكومية أو مدنية كما أسلفت هي تتواصل مع الاتحاد والحصول على الموافقات والحصول على أنظمة التحكيم التي تناسب مع كل فئة مسابقة في كل الدول هنا بالسعودية مركز الملك عبد العزيز يعني قام بدور متعاظم في خلال السنوات الفائتة ونجد أنه تطور وتقدم لافت للنظر في خلال عشر سنوات أنا من عشر سنوات إلى الآن نوعيات البطولات فئات البطولات اسلوب البطولات، اسلوب التحكيم، الفئات، اداء البطولات، السمعه العالميه، السمعه العالميه التي اكتسبتها مسابقات المملكه العربيه السعوديه تجعل من كل الحكام من كل العالم يرغبون في الحصول على دعوه للحضور مم. الى المملكه العربيه السعوديه للتحكيم. لانهم مكسبين بالنسبه للحكم والدوله، اكتساب خبره اضافيه نوعيه قيول قد لا يكون شاهدها من قبل. مم. لان التطور اللي حاصل الان في منطقه الخليج بشكل عام الحكم سيكتسب خبره منه حيشاهد نوعيه خيول متفرده بالاضافه لانه عدد الدعم المادي والدعم المعنوي لهذه البطولات يجعل من الحكم فخور بانه زار المملكه العربيه السعوديه و تكون يعني نقدر نقول في الريزيمي او سيرة ذاتية اي حكم له دور في التحكيم في المملكه العربيه السعوديه هذا يجعل منه يعني من الحكام المميزين بالعالم فعلا في مهرجان ضخم في المهرجانات الضخمه المسابقات بشكل عام متطوره جدا ومنظمه تحت الاتحاد الدولي وكل دوله تتم تنظيم هذه المسابقات وفق الاتحاد العالمي وفق الشروط كما نعم مم. هذه المسابقات نعم مم. والبطوله الاخيره التي كانت مقامه هنا بالرياض هي في دورتها الكم يعني لو جينا تكلمنا عن تاريخ البطولات جمال الخير العربيه هنا في المملكه العربيه السعوديه تحديدا حتى لا اكون مخطئا بطولات البطولات ممكن من العام 1988 او 89 قد لا اكون دقيق في هذا التاريخ لكن بشكل دقيق استطيع ان اقول مهرجان الخالديه بدا في العام 2008 الى العام 2012 ثم تصعيد البطوله الى فئه التايتل شو الى 2013 وتم تغيير المسمى وفاء وتقديرا الامير سلطان بن عبد العزيز عليه رحمه الله تم تغيير المسمى الى مهرجان الامير سلطان العالمي للجواد العربي منذ 2013 حتى تاريخ اليوم. في يناير من كل عام تقام هذه البطوله التي تستقطب المربين من كل العالم في بعض المشاهد التي شاهدناها في التقرير الجمهور والمشجعين يعني اكثر من النصف من الاجانب وليس سعوديين مشاركين من دول من دول مجاوره يعني. في في هذا التقرير بالاضافه للسعوديه حتى الخيل المشاركه تزيد عن من 20 الى 30 دوله ما شاء الله سنويا مهرجان للخيول يعني لاحظ استقطاب خيل في بعض المربين يحضرون خيلهم الى المملكه العربيه السعوديه قبل شهرين او ثلاث اشهر استعدادا لهذا المهرجان مم. وهذه عمليه ليست ببسيطه طبعا ليست بسيطه والتجهيز لها يتم عبر اكثر من اربع او خمسة شهور قبل البطولة. مم. في احد شاهدت احد مربين الخيل في لقاء تلفزيوني في احد القنوات يذكر بانه مهرجان الامير سلطان يعتبر تتويج لجهود مربي الخيل وللمدرب ولكل من يشارك في المسابقات مهرجان تتويج لادائه في العالم في العام الماضي مم. من ناحيه المسابقه من ناحيه الجوائز الماليه من ناحيه التقدير من ناحيه الجائزه العينيه والمسمى والمكسب بالنسبة لمربي الخيل هذا يعتبر مكسب يؤهله للمشاركة في أي مسابقة في العالم. م -م. لذلك تعتبر يعني مثل ما ذكر الأخ الكريم تعتبر جائزة السنوية لمربي الخيل، بالإضافة إلى أنه ذكر أنه ممكن الفائز في هذه المسابقة يعوض عن كافة خسائره خلال العام الماضي. م -م. أو هي ما تعتبر خسائر يعني تعتبر بالنسبة يعني للجوائز يعني الجوائز المجزية. الجوائز نعم. المجزية نعم. مم. هذه واحدة من الملاحظات طب آه، نعم تفضل آه، أقيم هذا المهرجان في نفس التوقيت الذي يقام في الشهر الأخير من شهر يناير من كل عام والحمد لله بفضل الله كان له صدى إعلامي كبير جدا الحمد لله بفضل الله تعالى ونتمنى له للمهرجان إن شاء الله المزيد من التقدم في الأعوام القادمة طب أستاذ جمال كلمنا عن دورك في هذا المهرجان الضخم أنا دوري آه، تطور دوري من خلال من خلال الثلاثة عشر عام الماضية آه، الآن أنا حاليا مدير العمليات، مدير العمليات تعتبر مثابة الدينامو لهذه البطولة. <applause> ابتداء من مرحلة الإعلان عن هذه البطولة يتم إنشاء لجان متعددة، لجان محلية ولجان دولية، لجان دولية اللي هي لجان التحكيم بالإضافة إلى لجان محلية من مركز الملك عبد العزيز، لجان تختص باستيراد الخيص التابعة لوزارة الزراعة والمحجر الحيواني وهذا من المواضيع الشائكة جدا موضوع تنقل الخيل من دولة <applause> إلى أخرى موضوع آخر يمكن ان اتطرق له مم. لما يتم التجهيز انا بكون بمثابه الدينامو لهذه البطوله التنسيق والربط ما بين هذه اللجان المختلفه ومساعده كل جهه لاداء دورة والحصول على محصله كل لجنه مثلا لجنه التسجيل مم. عندما تنتهي لجنه التسجيل ابدا في التواصل مع لجان التحكيم بعد انتهاء من لجان التحكيم ابدا التواصل مع اللجان المحليه ولجان التنظيم للموقع للحصول على دخول الخير على خروجها ثم لجان التحكيم وصولهم ومغادرتهم ونظام التحكيم ونظام التحكيم يعتبر من ادق الامور نعم. اي خطا بنصف درجه يضيع الفرص او يرفع شانها مم. لذلك اخر مرحله في الايام الاخيره نظام التحكيم ثم البث الحي واعلان النتائج وتنتهي اخر اعمالي مع هذه اللجان بتتويج الفائزين ثم الجوائز الماليه ومغادره طبعاً. الضيوف طبعاً. دور معقد ومتشابك يعني استغرقنا في اليوم عمل يزيد عن 22 ساعه يوميا خلال ايام البطوله الحمد لله وافتكر انه التحضيرات لهذه المسابقه هي مم. اللي كانت اكثر صعوبه بالطبع التعود في هذا المجال والخبره التي اكتسبناها يعني كان العمل ممتع اكثر ما انه متعب <applause> يعني كنت اتحدث مع بعض الزملاء خلال الايام الماضيه بعد انتهاء المهرجان يعني نفتقت للزخم الذي كنا نعيشه ايام البطولات ايام المهرجان يعني كميه عمل كميه ادوات كميات معينات عمل كميه اتصالات كميه لجان وتقاطعات في العمل واشكاليات تحتاج حل سريع يعني الان ننظر لها بمتعه كانت متعه فائقه يعني هذا هذا بعض الاشياء التي اكتسبناها من التعامل مع الخيل العربيه الاصيله الصبر وتحمل الصعاب وتخطي كل المشاكل الحمد لله بفضل الله بالتاكيد ذكرت نقطه مهمه جدا استاذ جمال بالمحافظة على الخيل يعني دائما الخيل خلينا نقول اذا اذا نقل الخيل من بيئته الى بيئه مختلفه بيحتاج لعنايه خاصه مم. نعم يمكن انا آه قد لا اكون اقدر شخص على الحديث في هذا المجال هناك النواحي البيطريه والنواحي التدريبيه هم اقدر حديث على هذا الشيء ولكن ما التجهيزات المقامه تج... دائما للخيل؟ نعم مم. نعم آه التجهيزات في كل دوله الان في بعض المربين الان في بعض المربين في مهرجان محل مهرجان الامير سلطان قاموا باحضار الخيل وصولا الى المملكه العربيه السعوديه وبعد انتهاء البطوله بثلاثة او اربع ايام تم نقل الخيل عوده الى اوروبا مم. او الخليج وهذا باب قد يفتح لنا الحديث عن موضوع اخر مستندات الخيل وتسجيل الخيل وسفر الخيل هذا موضوع طويل وعريض كمان نقدر نتحدث فيه لاحقا ان شاء الله هذا والتجهيز للبطولات والنقل آه واحدة من هموم الملاك الانتقال الى منطقه اخرى فعلا. دائما المالك يعتني بخيله كابنائه وبالتالي يتمنى من كل لجنه او من كل اداره لج... اداره بطوله ان تهيئ الاماكن الملائمه للخيل بشكل لا يقل ابدا عن بيئتها التي كانت تتواجد فيها مم. يعني بعض الملاك يغضبون او قد او قد يعزفون على المشاركه اذا لم تكن المشاركه بالمستوى الذي يطمح فيه المالك من حيث العنايه بالخيل مم. وبعض البطولات مثل مهرجان امير سلطان توفر للمربين بالاضافه للعنايه بالاضافه للمتابعه البيطريه من اللجان لجنه وزاريه بعض معينات العمل حتى في تفاصيل كثيره يعني يطول شرحها حاليا يعني الحمد لله بالتاكيد طبعا نحن الان حنطلب من الكنترول فيديو لمسابقه الامير سلطان جمال جمال الخيول الموجودة في هذا الفيديو وأيضا اه يعني أترك لك التعليق في هذا الفيديو هذه اللقطات من مهرجان الأمير سلطان العالمي للخيول، يلاحظ المشاركين من دول خليجيه والسعوديين وفئات البطولات والجوائز الماديه القيمه التي تقدم. آه الموقع، جمال الموقع، وقوف الخيل، هنا الحكام نلاحظ هنا الحكام في اللحظه هذه يقومون بتقييم الخيل، كل حكم له حريه اعطاء درجات الخيل وفق نظرته الخاصه، ولا يطلع اي حكم على درجات الحكم الاخر. مهي. ونظام التحكيم يختلف تقييم الخيل تقسيمها الى خمسه فئات الراس وحجم الراس وخط الظهر وقوائم الخيل وهناك معلم اساسي للخيل العربيه ومسمى الهويه العربيه. الهويه العربيه عند النظر لاول لاول وهله للخيل تناسق الاعضاء هذا ما يسمى بالهويه العربيه، تناسق الاعضاء بشكل ملفت للنظر. <applause> في بعض الصور عندنا خيل الامازيغي والخيل العربي الاصيل نعم كما مبين الان على الشاشه سنجد الفروقات <applause> واضحه هذا مثلا بعض الفروقات الأسفل اسفل خيل يختلف تماما في البنيه الجسمانيه عن الخيل العربي الاصيل في في الاعلى في صوره للخيل الأمازيقي لو نشاهد حجم الراس او حجم الجسم يختلف تماما هنا خيل العربي الاصيل <applause> انسيابيه في العنق خط الظهر القصير الذيل المرفوع دقة الملامح في العيون والانف، قوة العضلات واتساع الصدر، هذه واحدة من بعض اهم مميزات الخيل العربي الاصيل. <applause> آه هذا خيل اخر ما زلنا نلاحظ نفس الصفات الجمالية، وللوهلة الاخرى ارجو التركيز على هذه الصورة نعم جمال الخيل او بشكل عام الهوية العربية. إذا انتقلنا إلى صورة خيل اخر امازيقي ستلاحظين الفرق. الآن انتقلنا إلى الصورة. أيهما أجمل؟ نعم أيهم الخيل عجل. العربية طبعا بالتأكيد بت... حجم الرأس الضخم فعلا قصر العنق هذه واحدة من بعض الخيول العالمية الأخرى يعني في أنواع كثيرة من الخيل الكواتر والخيل المازيقية، والخيل البربرية. آه وهذا الخ... الخيل البربرية وهذه وهذه الصورة الانج... الخيل الانجليزية هذا خيل إنجليزي م -م. وهذه الخيل الانجليزية لهم نوع خيل إنجليزي أصيل وفي خيل مختلط بالدم العربي م -م. يسمى الثورو بريد. بريد هذا خيل مختص بالسباقات العالميه ولو سباقات عالميه في كل العالم فقط لانه في اختلاط بالدم العربي لكن لا يعترف به كخيل عربي اصيل لا يعترف به ويتميز بسرعه يتميز بالسرعة. يشارك في سباقات نعم. اكتسب من الخيل العربيه بعض بعض الصفات الطاعه وسرعه التعلم هذا هنا خيل العربي اصيل وسرعه التعلم لكن اكتسب من بعض الخيل الانجليزيه ضخامه الحجم والسرعه <applause> الخيلة العربية الأصيلة لو, لو تحدثنا عن صفاتها، الخيل العربية الأصيلة لها اتساع في الصدر تستطيع تحمل مسافات لعدة أيام مشي وقوة في التحمل والطبيعة القاسية، ممكن نعود ونحدد أنه الخيل من أهم من صفات الخيل العربية الأصيلة أنه اكتسبت من الطبيعة القاسية بالمملكة العربية السعودية أو عامة بالخليج العربي أو بمنطقة شبه الجزيرة العربية صفات ندر ان تكتسبها اي خيل اخرى حول العالم. من هذه الصفات يعني وكانت رفيقه ولصيقه جدا بانسان هذه المنطقه وكانت المعين له في الحروب، المعين له في الحياه في المدنيه في في حياه السلم في حياه الحرب، صار من اعز الاصدقاء بالنسبه له. صحيح. نعم. يعني الخير العربيه زي ما انت ذكرت ووجودها في هذه البيئه الصحراويه اكسبتها العديد من الصفات نعم. في القوه الجسديه والبنيه الجسديه خلينا نقول نعم وكثيرا ما تغنى بها الشعراء وتغنى بها في في الع... حتى في الشعر الجاهلي ولها ذكر لها ذكر في قصائد المتنبي وعنتر عنتر بن شداد واحده من القصائد عنتر بن شداد لا اذكر تحديدا آه البيت تماما لكن يذكر انه انا يعني معنى البيت انه يدفع اثناء الحرب بصدر الحصان بلبانه يدفع بالصدر واثناء الحرب والصخب هذا الحصان او الخيل العربي الاصيل لا يفر طالما انه قائد الحصان يطلب منه الاندفاع الى الامام مهما كان الضرب على الصدر مهما كانت الاصوات العاليه لا يفر ولا يجفل ولا يعود ادراجه بل يستمر في طاعه قائده الى الامام مهما أذكر الشق الثاني من ال... من البيت وص... ولبانه مسربل بالدم لبانه مسربل بال... انا اذكر يمكن ذاكرتي لم تسعفني نعم. لبانه مسربل بالدم اللبان هو الصدر نعم اللبان هو الصدر يعني الخيل يندفع اثناء العراك والدم على صدره والطعان وما زال مستمرا في هذا واحده من اهم صفات الخيل العربي في الطاعه نعم, نعم. بالتاكيد طبعا يعني الخيل العربيه فيها الكثير من القصائد الشعريه في التغزل في في جمالها وطاعتها طبعا نعم. هل في استاذ جمال هل في خلينا نقول شروط للاشتراك في هذه المسابقات مسابقه الجواد العربي الاصيل نعم للاشتراك في الخيل مسابقه تخص الخيل العربي الاصيل نعود الى معنى كلمة اصالة ما هو الخيل العربي الاصيل؟ الخيل العربي الاصيل الذي ينتمي الى ابوين مسجلين خيل عربية اصيلة عندما ياتي مولود من هذه الخيل على مالك الخيل التقدم الى مركز الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية وفي الدول الاخرى للجهات المتخصصة لتسجيل الخيل كيف يتم تسجيل الخيل؟ هذا جانب جميل جدا ويعني ويمكن الحديث عنه باختصار شديد انه بالنسبه للبنات عندنا شيء عندنا السجل المدني عندنا البصمه طيب بالنسبه للخيل كيف اثبت نسب هذه الخيل <applause> اولا يتم فحص عينه الدي ان اي من المولود والام والاب وبالتالي الام والاب مسجلين الاب المولود الان لازم لابد ان يثبت نسبه بعد اثبات نسب الخيل العربي الاصيل للام والاب يتم اصدار شهاده نسب ولاحقا يتم اصدار جواز سفر ارجو نعم انا كمالك خيل ممكن ان ادعي ان هذا الخيل او اقوم بالتزوير ونقل خيل من منطقه الى اخرى من غير ان يكون لها مستندات هناك جانب تم اعتماده في السنوات الاخيره نظام البصمه او الشريحه الالكترونيه عند تسجيل المولود واثبات نسبه نسبه بفحص الدي ان إيه يتم زرع شريحه الكترونيه اسفل جلد الخير هذه مم. الشريحه الإلكترونية بها رقم مميز يخص كل دوله، بملك او بمثابه الايبان عند البنوك مم. يبدا بالحرف اس اي. هذه الشريحه الالكترونيه تظل مع الحصان حتى مماتي. هذه الشريحه الالكترونيه. في اي مسابقه انا كمال خيل نعود للسؤال، انا كمال خيل اود المشاركه في هذه المشاركه، الحصول على كتيب الشروط، هل هذه مسابقه للمبتدئين؟ هل هي مسابقه؟ مثل مهرجان امير سلطان يجب ان يكون حاصل على مراكز اول ثاني او ثالث في بعض البطولات الاخرى حتى يحق لي المشاركه مم. هذا هو السؤال نعم انا كمالك خيل استلمت شهاده تسجيل خيل مسجل اشوف الان علي ان اختار المسابقه التي تؤهلني او خيلي تكون مؤهلة لها مؤهل لهذه المشاركه بالتاكيد مالك الخيل يبدا بالبطولات التي تسمى بطولات سي او البطولات المحليه ثم يبدأ وعند الفوز بأحد المراكز من الأول إلى الخامس أو من الأول إلى السابع مم. يستطيع الانتقال للمشاركة للتأهيل للتأهيل لفئات أعلى بشرط أن تكون شهادة أو شهادة تسجيل نسب الخيل مثبت بشكل صحيح وشهادة النسب الصادرة من المملكة العربية السعودية تؤهل الخيل للمشاركة في كل دول العالم مم. وكذلك الخيل الخارجية مثبتة في كل دول العالم يحق لها المشاركة في العربية السعودية طالما تحمل شريحة إلكترونية يمكن مراجعتها لدى اداره المسابقه بالاضافه الى المستندات المرافقه نعم <applause> الشريحه الالكترونيه هي بمثابه تعريف لـ بصمة. نعم بصمه مثامة بصمه وجواز سفر كذلك للخيل جواز سفر للتنقل الدولي جواز سفر لا يحمل صوره فوتوغرافيه لكن يحمل رسم تخطيطي للخيل والعلامات الفارقه في الخيل في او في الارجل او في الوجه نعم. بالاضافه للرقم والنسب الى الجد الخامس او السادس حسب كل دوله اسم <applause> الخيل الاب والام جد الام بهذه الطريقة نعم. كل هذه الإجراءات الدقيقة والمحكمة في مهرجان الأمير سلطان لي الجواد العربي في هذه الفترة نحن يعني من بعد جائحة كورونا وعدنا إلى الحياة الطبيعية في هذه الفترة الحساسة مثل هذا المهرجان الضخم والترتيب إليه والترتيب والتحضيرات لهذه المهرجان. نعم بالطبع العام 2020 او 2020 كان فتره عصيبه على كل العالم وبفضل الله وبفضل الجهود كل الادارات المعنيه داخل المملكه العربيه السعوديه تم التخطي العديد من العقبات التي تمنع اقامه مثل هذه الفعاليات او التجمعات وبفضل الله الحمد لله تم اقامه المهرجان بشكل مع ضبط يعني اقدر اقول انه الحضور لهذا العام رغم الزخم الاعلامي الذي ناله المهرجان الحضور لا يتعدى 20% من الحضور في السنوات الماضيه <تصفيق> <تصفيق> حتى عدد الخيل المسجله كانت تزيد عن 400 الى 500 هذا العام تم قبول 270 راس فقط من كل دول العالم وذلك بحيث انه يكون الالتزام بالاشتراطات الصحية المتكاملة والمحافظة على الخيل والمحافظة على المشاركين بقدر الإمكان نعم. والحمد لله تم الانتهاء من كل هذه الفعاليات وكان هناك تعاون مثيق من إدارات صحية ومن إدارات توعوية متواجدة بإدارة المرجان الف... بالإضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بالخيل الحمد لله مم. ولله الحمد يعني مثل هذه المهرجانات كما انت تفضلت استاذ جمال من اضخم المهرجانات في المملكه العربيه السعوديه التي تقام في كل عام في نفس التاريخ في الحديث عن الخيل العربيه استاذ جمال خلينا ننتقل ونتكلم ايضا عن الخيل العربيه في السودان الخيل العربيه في السودان متواجده منذ زمن بعيد وبحكم العلاقات التجاريه ما بين السودان والخليج وبحكم التعاون او الحدود المفتوحه ما بين السودان ومصر الخيل العربيه متواجده انا يذكر لي احد الله يرحمه احد اعلام الخيل العربيه في الخيل في المملكه العربيه السعوديه يذكر لي انه في فتره الستينات والسبعينيات كان ينتقل للسودان ويختار بعض الخيل وياتي بها للمملكه العربيه السعوديه للمشاركه لكن في ذلك التوقيت لم يكن هناك نظام ضبط محكم للمستندات او الشرائح الالكترونيه آه كان يتم التعرف عليها من صفاتها ومن شكلها الان هذه الخيل المتواجده بالسودان انا اعتقد انها عددها قليل او تم اختلاطها بالخيل المتواجده بالسودان عندنا اشكاليتين كبيرتين جدا بالسودان الاشكاليه الاولى ان السودان غير منضوي او غير منضم للاتحاد الدولي للخيل العربي الأصيلة الإشكالية الأخرى يوجد مرض منتشر في أفريقيا اسمه ثم مرض الحصان العربي الأفريقي هذين الإشكاليتين يمكن الأطباء البياطرة يفيدون هذه المتابعين لهذه بعض الأمور هذه الإشكاليتين لو تم حل الأولى ما زال سيكون هنالك عائق انتقال الخيل من السودان سيكون عليه اشتراطات صعبه جدا للانتقال من السودان للمشاركه لاي دول اخرى. حاليا الخيل للانتقال من السعوديه الى اوروبا تحتاج حجر وعزل قد يمتد من 10 ايام الى 40 يوم. مم. وبالتالي اتمنى ان يكون هناك اهتمام بالخيل العربي في السودان ونحن على استعداد مع بعض المهتمين بهذا المجال والاخوه في نادي الفروسيه بالسودان مهتمين بهذا بهذا المجال اذا تمكنا من انضمام السودان للاتحاد الدولي الخيل العربي الاصيله بالتاكيد المربين الحاذبين على الخيل العربيه الاصيل واهتمام بها سيكون لهم الرغبه الاكيده في الحصول على المزيد من الدماء من كافه المناطق وتنميه هذه الرياضه والاهتمام بها وكذلك سيكونون راضين كل الرضا عن اي شروط تفرض عليهم سواء حجر او حظر الخيل العربي لمده 60 يوم او 70 يوم قبل المغادره اكيد سيسعدهم ذلك طالما سيكون لهم مشاركات دولية بتأكيد. أتمنى التعاون في هذا المجال ونحن مستعدين لتقديم أي تعاون في هذا المجال إن شاء الله بتأكيد طبعا أستاذ جمال ولكن ما هي التحديات التي تعيق الخيل العربية في السودان أو المضي قدما في مثل هذه المسابقات والبطولات نعم هو هو عدم انضمام انضمام السودان للاتحاد الدولي هذه المعضلة الأساسية هنالك الآن أنا أعرف مربين يحصلون على بعض الخيل من بعض الدول الخليجية وتنقل إلى السودان ويعتنون بها اعتناء فائق جدا وشاهدتها بأم عيني واحتكت بهذه الخيل خيل في منتهى الجمال في منتهى الرقي تظل الإشكالية عند ولادة أي مولود لهذه الخيل كيف نعم. يتم التسجيل نعم. أحد الخيارات نقل المولود إلى دولة بها اتحاد نعم. لتسجيل الخيل لا يمكن نقل المولود طالما غير مسجل <applause> هذه واحده من الاشكاليات صحيح وبالتالي ما لم يتم الاسراع في تسجيل في الانضمام للاتحاد وتسجيل هذه الخيل كل المواليد الان موجوده بالسودان يعني من اخر زياره لي من ثلاث سنوات في نادي الفروسيه انا اعتقد ممكن يكون في كم كبير من المواليد لن لا, يمكن تسجيلها <تسجيل> واذا نفقت الامهات والاباء المتواجده بالسودان ضاع العدد الموجود بالخيل العربية السودان بالسودان لذلك <تسجيل> لا بد من وقفة سريعة جدا من المهتمين بهذا العالم في السودان ان شاء الله. على ضوء زيارتك الاخيره استاذ جمال بنادي الفروسيه في الخرطوم <applause> والجو العام. حقيقه حقيقه الشباب رغم يعني بامكانيات وبالتعاون وبالتعاون يعني استطيع ان اقول هناك نشاط فروسي غير مسبوق غير مسبوق انا حتى منضم في بعض الجروبات في بعض المجتمعات وتابع معهم النشاط الفروسي مجال جمال الخير العربي غير موجود بالسودان لكن نعم. سباق السرعه يعني جمال منتهى جمال منتهى الالق شباب حادبين على هذه الخيل يعني بشكل اتمنى لاحقا الحصول على بعض الفيديوهات وازودكم بها عن الانشطه في السودان ويعني مجال حقيقه مجال يستحق الاهتمام في السودان نعم نعم وايضا يعني زي ما انت ذكرت اهتمام الخيل في السودان بالاضافه الى سباقات السرعه وقفض الحواجز والتقاط الاوتاد يعني في الكثير من البطولات المقامه في السودان واهتمام الخيل هو موجود في الثقافة العربية والإسلامية أيضاً أستاذ جمال نعم وعندنا بالسودان يعني كثير من القبائل كثير من المجتمعات الخيل ما زال حتى اليوم يعتبر من أهم من أهم مكونات الأسرة أو البيت السوداني يعني صحيح. كثير من المناطق يعني بالسودان نعم صحيح صحيح أستاذ جمال تفتكر يعني مكانة الخيل أو ماذا تمثل الخيل لمالكها؟ الخيل الخيل بشكل عام هو الرفيق والصديق الاوحد وقد في بعض في بعض الاقوال او اقوال ماثوره انه في بعض الاشخاص يفضلون صداقه الحصان والقرب من الحصان بافضل من من التقرب من البني ادم من نعم البني ادم نعم نعم كثير من بنسمع قصص كثيرة الفه دائما بين ألفة دايما دايما الخيل ومالك الخيل نعم نعم بعض الخيول لاصحابها وتعاونها تعاونها مع اصحابه ويعني تعتبر صديق ولوف وامين ومؤتمن اكثر من اكثر من بعض فئات الانسان نعم ويعني بس بنشوف كمان مرات استاذ جمال كثير يعني مواقف تحدث عن عصبيه الخيل او تهيج الخيل تفتكر دائما هنا وين بيكون الخطا هل الطريقه نفس الطريقه مع تعامل الخيل ام ان الخيل يعني مثله مثل الانسان قد يعاني من تقلبات مزاجيه الحصان يتع... الخيل بشكل عام يتعرض لهذه التقلبات المزاجيه لكن يكون لها دوافع، هناك نقص في الاهتمام، نقص في الاغذيه، نقص في الاعلان البيطريه، نقص في الاهتمام بشكل عام، يعني الحصان يحتاج الاهتمام من الحوافر الى شعر الظهر نعم. الحصان عندما يتعرض لنقص او معامله سيئه او الاحتجاز لفتره طويله لا يستطيع الانطلاق بحريه. تبدا طبائعه في التغير مه. وبالتالي نجد هذه الـ الـ الاشكال من العصبيه تظهر على بعض الخيل، لذلك مربي الخيل يهتم بكل تفاصيل الخيل ابتداء من نظافه الخيل من نظافه حافره الى اعطاء الخيل مساحه كافيه للجري واللعب والاحتكاك ببعض الخيل الاخرى، بالاضافه لمساحات مفتوحه لينفث عن طاقته. والاهم من ذلك العنايه البيطريه والتغذيه والاهتمام. بعض الخيل تحتاج لمسه من الانسان لتهدأ مم. وبعض الخيل عندما تكون في حاله عصبيه لمسه الانسان يعني ممكن عند اقتراب الانسان منها ممكن تتعرض له بالضربه او نعم. لذلك نعم. قد تفرق لمسه انسان من اخرى منظومه متكامله عندما يجد الخيل احتياجاته المتكامله يمكن الاطمئنان له والتعامل عليه كافضل صديق للانسان وعند نقص بعض هذه الاحتياجات لا يستطيع التعبير عن هذا النقص الا بالعدوانيه فعلا وبنشوف يعني في حتى في المواقف التي بنشوف منها عدوانيه من قبل الخيل ولكن دائما حتى ولو كان في اصابه بالنسبه لمالك الخيل او السايس دائما بنشوف انه حتى ما في مشاعر غضب, غضب. نعم, نعم بنشوف هذه. انه حتى من بعد الاصابات ممكن تحدث اصابات خطيره جدا وبتلقى انه الفارس رجع وكمل مسيرته مع الخيل تحضرني حادثه قبل عده ايام احد ملاك الخيل يحكي لي الروايه بنفسه والطبيب البيطري الدكتور برازيلي الدكتور جيل في عمليه ولاده متعثره في بعض الخيل والمالك الخيل يتابع مع الدكتور في اثناء حادث المالك تعرض لكسر يده كسر يده ولم يقبل ان يترك الخيل وينطلق للحصول على اي علاج بيطري بل اصر الوقوف مع الدكتور والتمسك يا سلام. الى ان يتم الولاده بشكل طبيعي نعم. بشكل طبيعي والاطمئنان على والاطمئنان على المولود بعدها حتى توجه يبحث عن العلاج ليده المكسوره مم. واحده من اجمل حوادث فهن. حوادث العام الاسبوع الماضي هذا الحادث, الحادث كان مم. وفي الحديث عن يعني نشاه الخيل هل يعني خلينا نتكلم عن متوسط عمر الخيول الاستاذ جمال هي تزيد عن ال 20 عاما في بعض الخيل توصل الى 28 عاما لكن من النادر الوصول الى المتوسط من 20 الى 24 هذا المتوسط بشكل عام والعمر وال المناسب لتدريب الخيل ابتداء من السنه الثالثه من العمر ثلاث سنوات يبدا التدريب نعم أما التلقيح للخيل والتزاوج يكون بعد العمر السنة الرابعة، بعض المربين يتسرعون في هذا الشيء، وبعض المدربين يتسرعون في تدريب الخيل قبل عمل الثالثة، مم. وذلك يعطي يعني آثار سلبية أكثر من إنها تكون إيجابية، لأن يعني الخيل ما زال في مرحلة نمو في هذه الحدث الثلاث سنوات نعم. وبن يعني هذه المرحلة دائما اللي بيجي فيها تصنيف الخيل إذا كان سيشارك في مسابقات السرعة أم في مسابقات الجمال فهل في يعني خلينا نقول إشارات في 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 تطور الخيل يعني الإشارات دي هي اللي بتأهل خيل للمشاركة في بطولة دون الأخرى بالنسبة لبطولات الجمال الخيل مؤهلة من عمر سنة واحدة مم. او اقل من سنة اكثر من ستة اشهر مؤهلة للمشاركة في مسابقات الجمال، اما بالنسبة للسرعة يمنع تماما مشاركة اي خيل اقل من عمر ثلاث سنوات مم. حفاظا على سلامتها حفاظا على سلامة الخيل اما بالنسبة لمسابقات الجمال توجد فئات عمر سنة عمر سنتين عمر ثلاث سنوات يتم تصنيف الخيل خلال مسابقة الجمال حسب الفئات العمرية وهذه الفئات العمريه لها جوائزها المختصه مم. وعند انتقال الخيل من عمر سنه الى اعمار اكبر تنتقل للمشاركه في الاعمال الاكبر نعم مم. في الفئه الاكبر في الفئه, في الفئة العمريه مم. الاكبر نعم. نعم لكن مسموح في الجمال من عمر سنه اما السباق لا يسمح باقل من عمر ثلاث سنوات في مسابقات السرعه لانها تتطلب مجهود كبير وفي خطوره على الخيل وعلى الراكب على الخيل نعم بالتاكيد طبعا استاذ جمال ونحن وصلنا تقريبا الى نهايه حلقتنا وحابين رسائل توصلها عبر قناتنا قناه السودان 24 الان تفضل أولا أشكركم على هذه السانحة الجميلة واعتقدت يعني مضى الزمن بشكل أحسست أنه سريع يعني جدا سريع سوى نعم سوى سوى جداً. الحقيقة أنا أهدي التحية لكافة الشباب الصامدين في السودان في نيدان الفروسية وأشاهد لهم متابع متابعهم رمي الأوتاد أنت ذكرت تفضلت نعم. بالذكرى ومسابقات السرعة جهود مقدرة بالعون الذاتي وإن كان قد يكون هناك دعم حكومي أم لا رغم الظروف المتغير التي يمر بها السودان نتمنى لهم المزيد من التوفيق والسداد إن شاء الله ونحن على استعداد ولست أنا أتكلم عن شخصي بل أتكلم عن جهاد بالمملكة العربية السعودية مستعدة لتقديم أي دعم في عالم الفروسية من إذا تم التواصل بيننا ان شاء الله ونتمنى له التوفيق باذن الله تعالى باذن الله سعيدين جدا لوجودك معنا اليوم الاستاذ جمال الدين عبد الله مدير العمليات بمهرجان الامير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي شكرا لك وشكرا لحضورك والشكر ايضا للمشاهدين على حسن المتابعة والشكر موصول للكاست العاملة على حلقة اليوم كاميرا كنترول ناصر لانكي أعداد وتقديم دين عصام مهندس الصوت محمد حسبو مونتاج الدين سعدابي وجرافيك محمد عصام في البث أحمد الرئيس ومحمد فؤاد وفي التحرير أحمد طه وفي تقدير الصوت أحمد سالم وإخراج هشام يوسف شكرا لكم جميعا إن شاء الله نتلاقى بكرة في حلقة جديدة كونوا بخير وبصحة وبعافية في أمان الله